السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة إن شاء الله بإذن الله نرجع لكم تاني. النهاردة معانا محرك فولفو دي 11 اف ام، فإن شاء الله بإذن الله النهاردة نوريكم إزاي هنعرف إزاي نقفل وش التقسيمة الداخلية يا جماعة بطريقة سهلة وبسيطة وبطريقة احترافية. نحط له السيليكون بتاعه ونقفله بطريقة احترافية وبسيطة زي ما انتم شايفين وش التقسيمة الداخلي، لأن على رقة كبيرة يا جماعة في التقسيمة في تقسيمة المحرك. فإن شاء الله بإذن الله زي ما انتم شايفين هنبدأ نحل الجزء ده الوراني من الجهاز اللي انا مقفله ده يا جماعة، الجهاز اللي مقفل عليه الموتور ده. ببدأ أحل النص اللي ورا ده وببدأ أقفل أحل وش التقسيمة وأقفل الطبب بتاعة المحرك، بقفل الطبب بتاعة المحرك وإن شاء الله بإذن الله مع بعضينا كده زي ما انتم شايفين هنبدأ نقفل وش التقسيمة الداخلي عشان نبدأ نظبطه، لأن ليه ظبط يا جماعة وبيفرق كتير معاك في التروس في التقسيمة بتاعة المحرك. لو ما ظبطتش وش التقسيمة ممكن تكون ظبط التقسيمة بطريقة صحيحة ومفيش منها مشكلة، وترجع بعد كده مع الوقت تجي تبص على التقسيمة تلاقي خلفة معاك سنة أو سنتين، وصدقني بتعمل مشاكل كبيرة معاك بعد كده ممكن ما تاخدش بالك منها بعد ما تقفل، بس بعد ما بتدور المحرك والمحرك يشتغل بتبدأ تحس بالمشاكل ديت. فان شاء الله باذن الله انتظرونا زي ما انتم شايفين، انتظرونا اخر الفيديو ان شاء الله باذن الله مع بعضينا هنبدا نقفل وش التقسيم الداخلي، وهنحاول نعمل لكم كام فيديو ان شاء الله باذن الله عن التقسيمه كلها كامله عن الترس الثابت زي ما انتم شايفين معايا، وطقم التروس في الكامل ان شاء الله باذن الله. فان شاء الله باذن الله يا جماعه انتظرونا اخر الفيديو، اي حد محتاج اي سؤال يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه في اقرب وقت ان شاء الله باذن الله. انتظرونا اخر الفيديو. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين معانا احنا دلوقتي كده حلينا، زي ما انتم شايفين حلينا الجهاز النص الوراني والوش قدامك زي ما انت شايف كده معايا. طبعا انا المفروض لو في ناس عادي ممكن تقفل الوش ده قبل ما تقفل وش السلندر، مفيش مشكله يا جماعه زي ما انت حابب اشتغل، بس انا عشان الجهاز معايا ما برضاش احل الموتور قبل ما اقفل الوش السلندر واقفل الكرانكو واقفل حاجتي كلها عشان ما يتعبنيش بعد كده في لفه وشمال ويمين، هو كده الموتور لحد ما بخلصه على الوضع ده بقى وبفضل اشيله احطه في العربيه على طول خلاص على كده ما عملتش فيها شيء كده. طبعا يا جماعه معلومه للتذكير، في ناس اصلا بتحل الموتور وما بتغيرش، في هنا طبطين يا جماعه في البازمنت، طبه مفتوحه على الميه وطبه للزيت. في ناس يا جماعه ممكن ما تحلهمش اصلا خالص، ما بتطلعهمش من مكانهم على الاقل خالص، هم اصلا بتاعه الميه دي دايما بتعمل فيها نسبه تاكل من هنا، فانا هنا الاحسن انا بغيرهم جداد، يعني انا بجيبهم جداد بغيرهم حتى لان حلوا ما فيهمش مشكله، بس الجورنيشن بتاعهم مش تمام مش مظبوط. فبعمل ايه يا جماعه زي ما انتم شايفين معايا، انا بجيب الطبتين جداد زيرو جداد ما فيهمش اي مشكله، بعمل ايه بركبهم جداد بالجورنيشن الجديد. انت لو مش موجود معاك الطبتين على الاقل خالص غير حلهم وغير الجورنيشن، ده الجنب بتاع الميه وده الجنب الزيت زي ما انتم شايفين معايا بطريقه سهله اهوت. انا بحط نسبة زيت على الجوارنيسيوني زي ما انتم شايفين، كذلك الأمر الثاني. مشاكلهم كتير يا جماعة الطبتين دولت، يعني معلومة مشاكلهم دايما كتير، في ناس ما بتحلهمش أصلا ما بتقربلهمش من أساسه، يعني ممكن يحل الموتور او يحل من ورا كده وما يقرب لهمش ما يروحش ناحيتهم خالص. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين بعد ما قفلنا طبتين، وزي ما انتم شايفين بطريقه سهله وبسيطه بعد ما قفلنا طبتين زي ما انتم شايفين هنبدا نحط السيليكون بتاعنا على الوش ونبدا نقفل وش التقسيم الداخلي، فانتظرونا ان شاء الله اخر الفيديو. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين الوش معانا اهوت، الوش معانا بالطريقه دي. طبعا انا هوريك ازاي ببدا احط سيليكون على الوش نفسه، خليكم طبعا معانا.
طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين انا بعد ما بحط الوش على السيليكون على الوش نفسه ببدا احط نسبه بسيطه بس على المجرى ديت من جوه من الداخل بحس انك بعد كده الزيت لان في تصفيه بتاع زيت زي ما انت شايف كده الوش فوق كذلك الكلام الزيت ما يخش على المسامير نفسها ما يخش على المسامير نفسها ما يعملش معايا مشكله بعد كده يخلي المسامير فيها مشكله يحل المسامير يبدا المسمار يسحب واحده واحده يحل كذلك الامر ما يخش على الزيت ما يبقاش على ضغط زيت شغال كذلك عشان بس اعزل الزيت عن البلون النفسي اللي هو موجود في الوش نفسه فطبعا زي ما انتم شايفين معانا واحده واحده كده هنقفل دلوقتي حالا باللون يا جدي بيكو اللي بغيره طبعا زي ما انتم شايفين معانا يا جماعه احنا بنقفل دلوقتي حاليا طقم المسمار طبعا انا معايا التقسيمه بتاعته يا جماعه عشان ما اتعبش نفسي طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين نبدا بقى نشد على 100 ساعه طبعا هم بياخدوا تلاتين نيوتن يا جماعه بياخد 30 نيوتن طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه احنا بنربط دلوقتي زي ما انتم شايفين 30 نيوتن معلومه يا جماعه طقم المسمار بتاع وش السلند وش التقسيمه الداخلي البلوني نفسه 13 8 مللي بس يا جماعه لازم تطمن ان طقم المسمار في النص متوسطا كله يعني وش التقسيمه نفسه في نص السن بتاع طقم المسمار الكامل بتاع المحرك ليه يا جماعه لان في بوش معاك ممكن تقفل المسامير من غير ما تقرط عليها كده ولو عايز تحرك وش السلندر شمال او يمين في 2 مللي شمال 2 مللي يمين 2 مللي فوق 2 مللي تحت في الحاجات في الخلص ده فانت لازم أن تكون مواسطا بالظبط طقم المسمار عشان بعد كده ما يخلفش معاك التقسيمه ويتعبك في التقسيمه صدقني دي تفاصيل بتفرق معاك كتير في التقسيمه بعد كده فزي ما انتم شايفين معانا طبعا احنا قفلنا وش التقسيمه بطريقه سهله وبسيطه لداخلي ان شاء الله باذن الله رب انا هحاول اعمل لكم فيديو سلسلة فيديوهات عن التقسيمة ان شاء الله باذن الله بس عشان ما طولش عليكم في وقت الفيديو طبعا احنا كان فيديو النهاردة فيديو بسيط عن انك تقفل وش التقسيمة بالطريقة اللي انت شايفه قدامك دي بالطريقة السهلة وبسيطة ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدأ ازاي نعرف نقفل الترس الثابت بتاع وش التقسيمة وازاي نقيس الخلوص بتاعه وازاي نطمن عليه لو يكون في لبة في خلوص في الكلام ده
ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله باذن الله هنعرف ازاي نقفل التقسيمه بطريقه سهله وبسيطه. واتمنى يا رب تكون استفدت من الفيديو، اي حد محتاج اي سؤال يكتب لي في التعليقات وان شاء الله باذن الله ارد عليه في اقرب وقت، وان شاء الله باذن الله انتظرونا في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.